يعطيكم العافية فرقتنا، ومن هذه الألحان الجميلة راح ننقلكم لألحان أجمل وأيضا أكثر طربية في الحفلة اللي أقيمت ثالث أيام العيد، اللي يعني أحياها نجمين من نجوم الأغنية الكويتية الكبار، فنان عبد الله رويشد والفنانة نوال، وكان معاهم الفنان الإماراتي المنطلق بقوة الصاروخ منصور منصور زايد. زايد. بس ترى هذه الحفلة اليتيمة، ها، اي والله هي للأسف. الوحيدة اللي كانت زين، بالكويت سلمنا على حفلة على على الأقل الأقل، ها. حق اللي موجودين بالكويت اللي لا سافروا مني ومنك، على بالضبط الأقل يستانسون بالضبط شوية. بالضبط، كواليسها كانت وايد حلوة، جدا وزميلنا سلمان النجادي كان موجود هناك وشاف البروفات أيضا التحضيرية. وعلى فكرة ترى كاميرا تو الليل كانت الكاميرا الوحيدة اللي موجودة وكشفت لكم كل الكواليس. نشوف التقرير ونرجع لكم. قاعة الراية نشهد بروفات حفل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أسامي حلوة، منصور زايد، نوال الكويتية، بالإضافة لسفير الأغنية عبد الله رويشد. طلع عاشق طلع من دم، طلع دايق طلع مشتاق، ونحسبهم في المقام، طلع مثلنا عشاق، طلع عاشق طلع من دم، طلع دايق طلع مشتاق، ونحسبهم في المقام، طلع مثلنا عشاق. الأغنية الضاربة بالكويت والهيت طلع عاشق، وأنا الحين روحي بلقاه فزت فزت حمامة. منصور زايد من الإمارات العربية المتحدة، حياك الله عندنا بالكويت. الله يحييك ويحيي أهل الكويت، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله دائما إن شاء الله الأمن والاستقرار، وتكون الأعياد إن شاء الله في كل سنة وكل حول إن شاء الله في الكويت وفي الخليج وعلى المسلمين والعرب إن شاء الله. منصور، مستانس جدا بوجودك معنا في عيد الأضحى بالكويت، لكن كلمني اللقاء الأول اللي راح يجمعك بالجمهور الكويتي، شنو سمعت وشنو متوقع؟ لا بالعكس، يعني انت ناس ما تعرف الجمهور او ناس ما كنا نعرف الجمهور الكويتي ذوق، بالعكس هذه انا اعتبره اختبار حلو لي ان شاء الله اني اعديه. بتفاعل الجمهور ان شاء الله، احاول قد ما اقدر ان شاء الله باذن الله اني اكسب طيبتهم مثل ما حبوني في اغنيه طلع عاشق روحي بلقاك، ان شاء الله راح يحبوني ان شاء الله على المسرح. ايام قليله تفصل ما بين نزول الميني البوم اللي هو ليش وحاله حنان والحفله اللي راح تغني فيها الاغاني لايف. حاله حنان عباره عن درس موسيقي بكلمات بدر بورسلي والحان مشعل عروج تتويجا بصوت نوال الكويتي. على ستيج الراية قاعد يؤدي البروفة استعدادا للجمهور باكر ان شاء الله في ثالث ايام العيد، محضر الجديد والقديم. بخل، كلمنا عن هذا الحفلة وشنو محضر حق الناس؟ طبعا اسمع يا التهاني والتبريكات ارفعها الى سيدي مقام حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، والى ولي عهده والى الحكومه الرشيده والى الشعب الكويتي، واقول لهم كل عام وانتم بخير. هذه المناسبه يعني كانت بالنسبه لي انا يعني من زمان كنت احلم فيها ان اكون انا ونوال في حفله غير ليالي فبراير، ولكن هذه تحققت هذه الامنيه او هذه اللي من زمان ما التقينا مع بعض. ابو خالد، احنا يعني بقنا شويه من البروفا سمعنا شنو الاغاني، لكن في مفاجاه محضرها ابو خالد لجمهور هذه الحفله، شنو؟ المفاجاه في دويتو ما بين الاخت نوال،
فان شاء الله يعني يحوز على رضا المستمعين، وهذه بداية مبشرة بخير. نكون يعني من زمان كنت أحلم في ليلة فبراير نكون مع بعض، بس ما والم الحظ أن نكون مع بعض في حفلة واحدة. الآن صارت مناسبة حلوة أن نقدم هذا الدويتو على المسرح. ترتيب جميل، البداية بمنصور زايد والأغاني الشبابية الجميلة، بعدين نوال الكويتية وحالة حنان عاشها المسرح كله، وصولا إلى عبدالله رويشد سفير الأغنية الخليجية، والختام بدوتو ناري. حفلة جميلة جدا. انت رحت الحفلة؟ لا وللأسف ما رحتها. ما رحنا الحفلة بس أجواءها وصلتنا أكيد. ماكو شيء ينخش بالكويت؟ كلش ماكو شيء ينخش، بس كانت جميلة جدا، الناس وايد تكلموا عنها، حتى أنا ما رحت ترى. كله واصلنا. على عموم مشاهدينا راح نرجع لكم مع نوع آخر من الفنون، راح نتكلم عن الفن التشكيلي والفنانة شيماء أشكناني، فخلكم معنا بعد الفاصل.